ما زال مسلسل وطن يحصد على يحصد نسبة مشاهدات عالية، وكذلك نسبة مشاهدات على اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام، حيث حصلت الحلقة 19 من مسلسل وطن على أكثر من 1,000,000 مشاهدة على اليوتيوب خلال يوم واحد، وحصلت على الترند الثاني في المحتوى الرائج في العراق. فنشاهد معكم هذه الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.